السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع قسنطينة وبالضبط بالمدينة الجديدة تاع علي منجلي لنقف على الأشغال نتاع التهيئة الجديدة تاع يعني تهيئات يعني كل يوم فيه تهيئات جديدة في المدينة الجديدة تاع علي منجلي، حيث أنه فيه تم استحداث هيئة مختصة بالعناية بالمساحات الخضراء والفضاءات العمومية في هذه المدينة، ونشوف أنه فيه يعني رغم أنه الأشغال هذه ما راهيش يعني في المستوى اللي كنا نتمناه تكون، لكن ما عليهش خير من والو، وإن شاء الله ستتطور الأداء ونطوره في اختيار المواد المستعملة في التبليط تاع الأرضية، ويعني نستعملوا البافي ونستعملوا يعني نغرس أشجار جديدة وتكون أشجار عالية يعني على الأقل 200 300 أمتار، وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.